وأنا يعني للأسف في بعض الإعلاميين المنتميين للمنافس يعني المحترم نادي الزمالك حبوا يلقحوا كلام اشكروا فريق الزمالك اللي ما راحش. لا، كنت روح. انت ما روحش لان ربما تدرك ان حياتك كانت هتكون ازاي، لانك تعلم جيدا ما فعله اتحاد الكره الطائره لتوجيه هذه البطوله. الذي يدهشك اذا كنت هتناقش هذا الامر ونحن نتحدث عن الكره الطائره، المخطط ابعد قوي من بطوله. المخطط كيفيه ايقاف فريق عن مسيره عالميه. مضايقه اول ما هي اكتر ما هي مضايقه، مش مضايقه حد على المستوى التنافسي القاري ولا الدولي، ولكن المحلي. حد الكره الطائره ازعجه هذا التفرد للنادي الاهلي، فهمه ازاي نوقف الليله دي. لو سمحت عايزين نناقش التعديلات التي يزمع اتخاذها، ما اعرفش صدرت ولا لسه. صدرت اه. وحد يطلع يقول لنا فلسفته من هذه التعديلات؟ ما فيش حاجه اسمها لما يكون عندك لعيبه كويسه خد دول ووزع الباقي. مفيش حاجه كده. انت بتديني لائحه وانا بلتزم بيها. لكن انك انت تقول لي يبقى منهم كذا واحد فوق السن وكذا واحد دولي وكذا واحد، ده تفصيل ممجوج يعني. وكفايه بقى، لان زهقنا كل يوم والتاني مره اتحاد كره اليد يعمل معاك ايه؟ للسجنه تبقى طالعه لك والشيك بيستلمه نادي الشمس، تروح التعليمات يتوجه الاستغناء للنادي المنافس. ويكسر قواعده اللي هو حاططها انه ما يبقاش فيه اكتر من كذا لاعب في المكان. احنا عايزين نتحدث اخلاء لي فرصه عشان نتكلم في الموضوع ده.